بخير وعلى سلامتكم ومرحبا بكم. واش حوالكم؟ واش راكم مع رمضان؟ غلبتوه ولا غلبكم؟ وين عدتوا في القرآن؟ وين عدتوا في الذكر؟ أنا نعدت في سورة هود اليوم بربي إن شاء الله نبداها. أني والله أني شوية أني والله موفا الله يبارك كل عام نختم ثلاث خطرات السنة. طب لي شوية طايح ما قدرت أني نقاوم. ربي يقدرنا إن شاء الله ويقدركم ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله، وربي يجعله إن شاء الله رمضان خفيف علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. وكما قلت لكم ماشي صار يعني غير الماكلة برك، صح ناكلو ماشي ما ناكلوش، بعد في رمضان رانا نتخرطو ماشي يقوى الوحم ويبقى رجالة تتوحم وهذه سخايف وهذه، وربي يجيب الخير إن شاء الله. وهذا مكان هيا اليوم جبت لكم طاجين بن باكير. بن باكير هذا اللي هو طباخ تاع أحمد باي الله يرحمه، اللي هو يتكون بالجاج فريش صدر بصل لا شابلور زيتون العظام زيت التقلية ثوم إيدام بطبيعة الحال فلفل الكحل ملح وشوية زنجبيل وبعد نوس زيت دو سيترون وقشيرة طريفة اون بولور دو سيترون معاه. وعلى بركة الله وبسم الله والصلاة على الرسول نبداو إن شاء الله. هيا بسم الله نحطو عمي الخد في الكوكوطة ونحطو البصل للتقلية ونحطو الملح بسم الله شوية تحبرك ونحطو شوية جنجمبر للنكهة زنجبيل والفلفل الكحل، اللي عنده الأبيض يدير الأبيض واللي ما عندوش يدير الكحل باش تجي لاصوص بيضة. ونحطو شوية ثوم حطوا اليدام بسم الله قالها الرومي ان فيلي دويل دويل ماشي الويل دوليف الويل دو تابل. واش بك ابني ما حبش يبقط ونشكركم ان شاء الله ربي يعيشكم وربي يحفظكم جميع المتتبعين نتاعي سواء كانوا ذكور رجال ولا نساء اللي تقلقوا عليا وتحيروا عليا وسقساوا عليا نشكركم وبارك الله فيكم وربي يخلي لكم ان شاء الله صحتكم ان شاء الله تاج فوق راسكم. كنقول لكم ما كاش قد الصحه يكذب عليك ما يفيدك لا مال لا والو اللي ما تعودش صحته تبدا تنقص مكان مكان. وربي يخلينا هكذا ان شاء الله والحمد لله على كل حال. ماناش خير من العباد نشوفوا من اللي ما عرمنا ونشكروا ربي على الشيء اللي معطانا والحمد لله والحمد لله والحمد لله والشكر لله.
ها دوكا خليوه يتقلى، يتقلى مليح. ها من بعد ما تقلى ودبال البصل دوكا بسم الله نمرقو، وميها سخونة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضيفه مع لاصوص شوية تاع القارص باش تعطيه النكهة، وهذا ما كان، ونقفلو عليه نخليوه يطيب. ما بيزمان الفخد يتقلى، حنا نقطعو الجاج، طرف تاع الجاج نقطعوهم باش نسهلو المهمة، ونحطوهم هنا في الروبو يترحاو. وانتوما والافراد اللي عندكم، لا عندكم بزاف الله يبارك الغاشي، ديروا بزاف السدوره، ولا كان عندو عبيدات برك كيما حنا ديروا على قصاتكم. هيا بسم الله، ونحطوا كل شيء مع بعض يترحى باش يدخل كل شيء في بعضه. هيا نزيدوا نحطوا البصله، نزيدوا نحطوا الثوم، نزيدوا نحطوا شويه زنجبيل، شوية ربح كما يقولوا تاع بكري. ما يقولوش الملح وما يقولوا الربح، ان شاء الله تربحوا ان شاء الله ونربحوا جميعا. شوية فلفل كحل، لا شابلور، الخبز اليابس هذاك اللي طيشوه حطوه رحيوه حمصوه حطوه في الويمبة تاع السجاج. هو بصح الاحسن ما يكونش الخبز هذاك اللي مبسس، خاطر بعدا يدير فيه الريحه يغوى. ديروا الخبز تاع بكري هذاك تاع ماء وملح برك. نحطوا شويه زيتون، فوالا. انا مولاي بيتي كي نديروا هذا وندير رحلو هاو ياكلو، بصح كون ندير طاجين الزيتون يقول لي بوغ موا لي زوليف سي لي زوليف سي بوغ لا سالاد. مالا ندير الحلو ويطيح فيها هو الله يبارك تعجبو كاع الكعاب الكبار. نزيدو نحطو حدايما، نزيدو نحطو لو بيرسيل معدنوس دركا نحطو نرحيوه. هيا بسم الله، بعد ما رحينا السدر تاع الجاج مع الزيتون والمعدنوس والبصل والثوم، نزيدو له نضيفو له شويه تاع مبشور القارص باش نعطيوه النكهه، ونخلطوه. بسم الله، ندخلو فيه مليح باش ماشي تجي بلاصه فيها وبلاصه ما كاش فيها. نعم ريحتو الله يبارك تشهي. ندهنو الصحن هذا بشويه زيت، وعليه ندهنوه باش كي نحطو الكعابش فيه كي نهزوهم يبقاو متحوفين ما يبقاوش متحفشين. ونحطو قطيرة تاع الماء قدامنا ندهنو كف يدينا ماشي بزاف هاكل. بسم الله، ونهزو ونصورو وشوا نديروهمش عم يجيو كبار، ما يجيوش قتشوح، ما يجيوش صغار. نديروهم السطبلين. بسم الله، هاكت نحاولو نديروهم قد بعضاهم.
هيا من بعد ما طاب الدجاج بسم الله نرميو الكعبش درك الله يبارك ام شبوعي بسم الله والان هاني نقدم لكم طاجين بن باكير جربوه او يجي خفيف والفخد هاني شحطته في شويه تاع الزبده وديروا له شويه معدنوس وشويه قارص وشهيه طيبه وصحه فطوركم وصحه سحوركم وصحه قهوتكم وربي يتقبل منكم ومني ان شاء الله ومن جميع الامه الاسلاميه والعربيه وإلى الملتقى إن شاء الله إذا ممكن في الطبق المقبل إن شاء الله قولوا يا ربي يعطيني القوة والجد